اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. في حلقتنا اللي فاتت كان معانا الدكتور مجدي نزيه رئيس وحده التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذيه. والحقيقه احنا كل حلقه بنقدمها او كل عمل بنقدمه كل حملاتنا هي هدفها كلها واحد، ان هو تكون فيها نفع للناس وان ده التنميه اللي احنا بنسعى ليها. وكان من اهم عوامل التنميه زي ما بنقول الانسان هو اهم عنصر، فلو الانسان مريض واللي احنا ممكن ناكل اكل هو اللي يمرضنا فكان لازم يبقى نعمل تسليط الضوء على عاداتنا الغذائيه. وبفضل الله يعني الحلقه اللي فاتت كانت لقت قبول كبير جدا عند الناس بفضل الله طبعا علينا ومنه واحسانه علينا طبعا. وكان الاكتر بعد الحلقه كان في الدكتور كان واقف زي ما قلت في الفيديو اللي الناس كتير قوي شافته، كان بيتكلم مع زمايلي في الاعداد وكل واحد بيساله في حاجه فقال معلومه. المعلومه دي قلنا ايه والله وفعلا ده حقيقه ان هي كانت كده، ان احنا عرفنا معلومه فحبيت الناس تعرفها، يعني حاجه احنا ممكن ننتفع بيها، طب ليه الناس كلها ما تنتفعش؟ فكانت النيه ان نقول المعلومه دي يا دكتور. وخدناها فيديو لايف، خدناها على الفيديو لايف على صفحتنا يعني بس مباشر عشان الناس اللي ما كانتش متابعينا. وسبحان الله يعني كانت النيه ان الناس تنتفع بيها فربنا يبلغ عنك فتشوفها تقريبا، يعني كان الفيديو الاكثر رواجا فكان تقريبا دول كتيره من تقريبا كل الدول العربيه كان منتشر فيها في مصر والدول العربيه وكتير من الدول الاجنبيه، يعني وصل ل 3 مليون مشاهده، يعني كانت حاجه. ده بس على الفيسبوك غير اللي كان منتشر على الواتساب. ما كنتش بمشي في حته خطوه لما حد يقول لي انا شفت الفيديو. الفيديو كان يعني هو اللي فاتني، وهقول لكم الفيديو عشان الناس اللي ممكن تكون ما عندهاش نت او ما شابه، يعني اللي لفتني ان انت ممكن تحط نيه، ودي دايما اللي انا بأذكركم واذكر نفسي بيها، ان انت تحط نيه في نيه في حاجه مثلا، فانا ان انت تقول اللهم بلغ عني، دايما بقول اللهم بلغ عني، ودايما بقول يا رب ان انا انتويت نفع عبادك، فرب ربنا انا بقول وعلى الله البلاغ. فهو ربنا يوميها كان يعني ابواب السماء مفتوحه، وكان نيتي ان ينتفع ناس كتير من يعني من المعلومات دي، فانتفع ناس اكتر مما كنت اطمح واحلم ان ناس كتيره قوي تشوف حاجه وفعلا تستفيد منها. وكانت القضيه مش كان الاكثر رواجا والاكثر انتشارا، وانه زي ما كانت الناس بتقول الفيديو مكسر الدنيا، يعني الكلمه اللي دايما الناس تقولها المشهوره، يعني والله هي القضية قد إيه من الناس استفاد منها، قد إيه ممكن ينتفع من الناس من حاجة أنت تعملها. فربنا يا رب يا رب يعني ربنا يأجرنا عنها يا رب، ويكون هو ده بقى الأجر الباقي. لأن بعد شوية كده كده لما بنقول دايما اللي أنت الأكثر رواجا والأكثر أي حاجة وبتتنسي وبتعدي، اللي هو يبقى عند الله. أما ينفع الناس دايما الآية اللي بنقولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. الفيديو ببساطة علشان أهالينا البساط اللي ما عندهمش نت، أو الناس اللي ممكن تكون ما كانتش فاضية تشوفه، وإن كان طبعا النت دلوقتي حتى لو حد ما عندوش بيبقى قريبه أو جاره بيوريله. كان الدكتور مجدي نزيه بيتكلم عن التي باجز أو الشاي الباكس اللي هو الفتلة، ومش الشاي بس، كان بيتكلم عن كل الأعشاب اللي هي بتتحط في باكت أو فتلة بيتحط عليها مية. وقال إن الكيس ده المادة المبيضة فيه مادة كيميائية، يعني الورق ده أصلا بيتم معالجته فدي مادة كيميائية ومسببة للسرطان. طبعا المعلومة يعني يمكن عشان كل الناس بتستخدم الشاي والأعشاب وكده، فكانت المعلومة صادمة لناس كتيرة. ولكن اللي كان بصراحه حسيت ان انا بسطني جدا جدا ان ناس كتيره استفادت منها وبقت تطبقها. يعني دكتور مجدي في الحلقه اللي فاتت كان بيتكلم على ان لازم نعمل ندي غلوه لاي حاجه انت عايز تشربها اعشاب او شاي، وده يكون في براد. انا واحده من الناس استفدت، انا واحده الحمد لله استفدت من دكتور ربنا يبارك له واشتريت براد. يعني كنت دايما يعني كلنا بنستخدم الكاتل او بنستخدم اي حاجه، انا اشتريت براد وقلت عشان يتم فعلا ان احنا نقدر، لازم انت يعني في معلومه انت استفدت منها لازم تطبقها، ما تخزنهاش وتشيلها عشان هتنساها بعد شويه. والحمد لله رب العالمين. طبعا يعني ده دايما في حاجه كده تبقى نقطه انطلاق او رساله من ربنا سبحانه وتعالى بتخليك تفكر في حاجه تانية،
بتكون في حاجه بتخليك تشوف الابعد منها. يعني احنا كان دكتور مجدي نزيه دي الحلقه الثانيه لينا معاه، وكان بيتكلم عن معلوماتنا معلوماتنا الغذائيه الخاطئه وثقافتنا الخاطئه وازاي ممكن نصححها وازاي ممكن نتعامل معاها. ولكن كل حاجه بتفتح باب اخر، ده خلانا نفكر في حاجه مهمه جدا، ان في كتير من الناس يعني الا من رحم ربي بيتاجر في غذائنا اللي هو في الاول وفي الاخر صحتنا. ان كتير من المعلومات حتى الخاطئه، ماشي معلومات خاطئه ان انت ممكن تمسك الخضار تغسله ازاي مش عارف ايه، لكن اللي ابعد يعني لو ما بنتكلم حتى عن الحاجات بتاعت الشاي، او بنتكلم عن الفول، اتكلم وفي حاجات هتشوفوها ان شاء الله باذن الله في رمضان معلومات مهمه جدا هتكون هيقولها الدكتور مجدي نزيه. لازم نحارب اي فساد بيتاجر بصحتنا. في الاول في الاخر البني ادم اذا كان بسيط او غير بسيط هو اللي بيمرض، بمجرد ان الناس للاسف ما عندهاش ضمير وعايزه تتاجر بده وتكسب كتير. طيب احنا دورنا ايه؟ دورنا انت وانا وكلنا، احنا مسؤولين ان احنا فعلا تحمي نفسك، ان انت يعني تحمي نفسك من اي فساد حد بيتاجر بصحتك، بعقلك، باخلاقك، بثقافتك، بعلاقتك بربك. كل ده انت مسؤول عنه، لان انت صحتك دي ربنا هيسالك عنها. فابسط حاجه تقدر تعملها ايه؟ ان انت، وده اللي احنا بنحاول نقدمه وربنا يا رب يعني عنا عليه وناس كتيره فعلا تسمعه وناس كتيره يعني تمشي يا رب يعني الناس تنتفع فعلا بيه. ابسط حاجه ان انت تعملها ايه؟ ان انت تحارب الفساد ده بمواجهته. طب بتواجهه ازاي؟ انا مثلا مش هستخدم يعني لما قال معلومه الفول، مش فقط ان الفول علشان هو ما بيتنقعش اللي احنا بنشتريه من الشارع، وكلنا بنشتري اي بقى فول معلبات او فول التاني، وطبعا داخل عليكم رمضان كل سنه طيبين، فكل الناس بتتسحر تقريبا فول. الفول اللي انت اللي هو احنا بنشتريه ده بيسبب الانيميا زي ما قال الدكتور على كلامك الدكتور. ده كمان يعني في الماده اللي بتتحط اللي هي ممكن تكون زي ما شفتوا في الفيديو اللي احنا يعني عرضناه اول امبارح او امبارح مش فاكره، الماده اللي بتتحط عشان الفول يستوي بسرعه دي ماده كيميائيه وايضا بتسبب امراض. طب لو انا امتنعت عنه وغيري امتنع كلنا امتنعنا، وبقى يعني هيحس بان الحاجه بتاعته بتبور، فيبتدي يصحح ده ويتعامل معاك على انك تعي وانك واعي وان عارف صحتك فين وعارف ان الحاجه دي فيها غلط وعارف ان في ناس بتتاجر بيك. قيس بقى على كده حاجات كتير احنا عرفناها وهنعرضها في الحلقات اللي جايه ان شاء الله في رمضان، وهنشوف مع بعض ازاي ان انت ممكن تحافظ على صحتك. وكل واحد بقى كل واحد عايز يحافظ، الناس اللي بتكسب اموال من 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 امراضنا ومن الفساد في الاغذيه والمشروبات اللي احنا بنتناولها، تبتدي تصحح ده وتتعامل على اننا ناس بتعي، ناس عندها ثقافه ووعي. وهو ده اللي احنا يعني ان شاء الله هنبتديه وهنعمل هنطلق حمله لمحاربه الفساد، ولا نخشى الا الله. يعني ما فيش حاجة سبحان الله، يعني ما فيش حد ليه علينا حاجة ولا احنا يعني بنخاف من حد، ربنا سبحانه وتعالى احنا بنعمل ده لوجه الله ولا نخشى الا الله تاني. فهنعمل، لان انا عارفة ان في ناس كتيرة كلامنا او الحاجات اللي احنا هنعرضها هتتضارب مع مصالحهم، وطبعا مصالحهم المادية وما شابه، فبالتالي احنا هنضطر نكون كلنا مع بعض، واي معلومات نقولها نعرفها كلنا وكلنا ننشرها لبعض عشان كلنا نعرف، علشان كلنا. انا نفسي اي معلومه بعرفها والله والله بحب اقولها لاي حد، اي معلومه ده صح، الازازه دي غلط، انا ما هو في ايه في الدنيا اهم من صحتك؟ ايه في الدنيا لو انت تملك كل متاع الدنيا وانسان مريض؟ مفيش حاجه اهم من صحه البني ادم، مفيش حاجه اهم من حاجه ربنا انعم عليك بالصحه، فلازم تحافظ عليها لان ربنا هيسالك عنها. وربنا يعافي الجميع يا رب. وعايزين يعني اي معلومات نقولها بعد كده انشروها علشان الناس تعرف يا جماعه، والناس تعي والناس تفهم فين الصح وفين الغلط. وحتى في عاداتنا احنا يعني مش شرط ممكن تكون في حاجات احنا بنعملها غلط في طريقه في تناولنا في طريقه كذا وكذا، يعني يمكن قدر الامكان استفادتكم دي والنفع اللي انتوا هتنفعوه لغيركم ده ان شاء الله يعود عليكم باذن الله تعالى بالاجر. وزي ما قلنا ان احنا يعني بنحارب اي فساد بان احنا نعزف عنه وان احنا نواجهه بتصحيح معلوماتنا وان احنا يبقى عندنا وعي بده، ايضا يعني استحلفكم بالله ليا رجاء يعني يا رب يا ناس كتيره تسمعني ويا رب ربنا يبلغ عني يا رب،
ويعني في الاول في الاخر انا بقول اللي عليا وربنا ان شاء الله عليه البلاغ. احنا بنتكلم كل سنه ايضا من اذا كنا بنتكلم عن الفساد في والتجاره بصحتنا ايضا بعقولنا. يعني كل سنه بنقول نفس الكلام، كل سنه قبل رمضان بنقول يا جماعه نفس السؤال، وانا لن اكل ولن امل حتى ينتفع ممكن واحد بس يسمعني، ويعني وربنا سبحانه وتعالى كده ياذن له بان هو فعلا ينتفع من اللي انا بقوله. واحد بس، انا يعني وطبعا اطمع ان واحلم ان ناس كتيره تسمعني وفعلا تعمل ده. كل سنه بنقول ايه علاقه شهر رمضان الكريم بالمسلسلات والبرامج وكذا وكذا. طب يعني هو طبعا انا يعني كلنا عندنا نفس الاجابه، ملوش علاقه. يعني اذا كان لا حول ولا قوه الا بالله، اذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول اذا حضركم شهر، في شهر رمضان فيما معنى الحديث عشان مش هقول نصه بالظبط، فيما معنى الحديث الحبيب المصطفى بيقول لك حضركم شهر، هو الشهر ده في ليله خير من ألف شهر، يعني افضل من 83 سنه، اكتر من 83 سنه. الليله دي فيها عتق من النار، وطبعا في احاديث تانية كتيره ان كل ليله من رمضان فيها عتق من النار، وان الليله دي يعني من حرمها فهو حرم الخير كله، كل الخير، وهو محروم. محروم لو نعي وندرك ونمعن التفكير في ده، تخيل ان البني ادم يغفر له كل اللي فات. تخيل ان الشهر ده هو شهر في السنه، ممكن احنا نموت قبل الشهر ما يبقى ربنا يبلغ، يعني في ناس ربنا هيبلغها وينعم عليها بان هي يعني تبلغ الشهر الكريم، وفي منهم في ناس كتير بتموت قبلها. لو ربنا بلغنا الشهر الكريم وانعم علينا بالشهر ده فدي نعمه ومن، دي هديه من ربنا سبحانه وتعالى. ارفض الهديه ازاي من ملك الملوك؟ ارفض الهديه ازاي من ربنا بيقول لي تعالى شهر اهو، الشهر ده انت هيغفر لك، الشهر ده هيكتب فيه قدرك للسنه اللي جايه في ليله القدر. هو 30 يوم، 30 يوم بس في السنه، ليه انا بقى في الشهر ده يعني الهو بحاجات تانية؟ وليه انا يعني لو فكرتم معايا، ويريد تسمعوني في اللي انا هقوله ده كويس، لو فكرتم معايا في ده، هو ليه بيتم الانفاق بمئات الملايين على مسلسلات وعلى برامج وكالات اعلانيه تبث كم رهيب من الاعلانات في الشهر ده بالذات؟ هو ليه يعني، هو ليه طيب؟ وليه هي وليه الوكالات حتى لما بتعمل الاعلانات دي علشان بتقول ان في نسبه مشاهده، هو مين اللي بيدير المنظومه دي؟ وليه هدفهم انت ان انت تقعد وتلهو عن حاجه، عن شهر، هو شهر يعني شهر. مش هقول لك بقى طول السنه عباده المسلسلات اتفرجوا عليها طول السنه، انا مش ضد الفن ولا ضد المسلسلات ولا ضد ماشي ايا من كان، انا بتكلم على شهر رمضان ومين اللي ورده وايه الهدف؟ وليه يعني انا كنت جايه امبارح، كان عندنا طبعا شغل، احنا عندنا الفتره دي ربنا يعيننا يا رب، ادعوا لنا كل يوم شغل، فكنت جايه انا اتروشت، يعني انا مش كم المسلسلات وكم التنافس بين القنوات والاوت دورز والاعلانات اللي عن المسلسلات، هو ايه حجم الانفاق ده؟ هو حجم الانفاق ده لو تم في سداد حوائج الناس، قد ايه احنا بنقعد نعاني علشان نشوف مريض نقدر نعالجه، وعلشان في حد عايز يتجوز ونقعد نجري هنا ونجري هنا، وحد مثلا يعني ربنا يعني عافي الجميع عندهم مشاكل كذا وده عنده مشاكل كذا، ومشاكل ضخمه بنعاني منها كل يوم، وبتجيلنا كم رهيب، وناس كتيره طبعا معاهم تليفوني بيتصل بشوف كم من المشاكل. هو حجم الانفاق الرهيب ده لو تم انفاقه لله، لو تم انفاقه في سداد حوائج الناس، هيكون ايه؟ هو ايه المجتمع اللي احنا يكون فيه نسبة الفقر كده وتكون فيه حاجات زي كده؟ اي مجتمع، اي اختلال، وانت بتقعد وتشوف ده، طب ما انت مساهم فيه. لو انت قعدت وشفت وشاركت فانت مساهم. اول حاجة انت هتخسر شهر كامل ربنا بعته لك هدية، وهتخسر فيه ليلة عتق من النار. اي بقى من كانت الليلة، ما هو الليلة مش هتقعد تتحرها في العشر الاواخر وانت طول السنة، وعلى فكرة هو كده كده بينفرط العقد وتلاقي الشهر خلص، فانت هتسأل عن نفسك لانك انت ضيعت ده في اللي انت عارفه. تاني حاجة هتسأل ايضا لانك انت شاركت، مش هما بيتكلموا عن نسب المشاهدة العالية اللي في رمضان، عشان كده الوكالات الاعلانية بتاخد الاعلانات بتحطها باسعار بقى يعني
حدث ولا حرج للإعلانات في شهر رمضان وللقنوات الكذا والكذا، وتلاقيها أعلى سعر الإعلانات، ده الهاي سيزون بتاعهم. يعني هو ده عشان إيه؟ ده أنت في التاني ده شاركت عشان تبقى أنت أيضا مساهم معاهم في اللي هم بيعملوه عشان إلهاء الناس. ومين اللي ورا ده؟ لازم نعي، ولازم كل تشوف كل واحد وتشوف ما يحاكى وما يتضب. يعني مش عايز اقول المؤامرات عشان ما تقولوش ان انا بقول كلام كبير، ولكن انا بتكلم على حاجه. يعني اذا كان فيها حد يعني هو بيحركك، ما اذا كان حتى بنتكلم، انا عارفه ان كلامي ممكن يكون ضد مصالح ناس كتيره، وناس كتيره مش هيعجبها الكلام ده، ولكن اقولها لله وفقط، اني ابتغي لا ابتغي الا مرضات ربنا سبحانه وتعالى، ولا اخشى الا الله. فبقولها ولله وخلاص، واللي عايز يسمعني واللي عايز يعي واللي عايز يستوعب اللي انا بقوله ده وفعلا يستفيد منه، يعني اتمنى من الله عز وجل. واللي مش عايز فانا قلت واقول اللهم بلغت اللهم فشهد. يعني زي ما بقول لكم، اذا كان الوكالات الاعلانيه الكبيره المعروفه اللي هي بتعمل كم الاعلانات على المسلسلات والانفاق اللي بيتم ده، هي بتدر ده عليها اموال طائله كل سنه من 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 الكامبين، يعني الحملات الاعلانيه اللي بتتم، واللي في الاخر بتتحكم في القنوات، اللي في الاخر بتتحكم فيما يبث ليك، واللي بيدخل في عقلك وعقل اولادك وعقل شبابنا. فهي في الاخر منظومه رايحه فين؟ اللي يهمني، عشان ما تقولش ده رايح فين، انا مالي وانا، اللي يهمني انت حضرتك وحضرتك، انتوا اللي قاعدين قدام الشاشة، انتوا اللي بقى من اول ما بترجع من شغلك او من كذا او من كذا بتقعد قدام التلفزيون لحد الفجر، وبينتهي شهر رمضان وبيخلص. انصحكم في الله وانصح نفسي، او اللي انا دايما بحاول اعمله دايما، انا في الغالب الحمد لله ربنا كرمني ومن عليا بان انا ما بشوفش، في عندي شغل، عندي حاجات اهم يعني ممكن، ولكن انت لو شفت اول يوم رمضان بدات تشوف مسلسلات هتكر، الانسان ضعيف. يعني احنا طبعا مهما كان هتلاقي نفسك ضعيف، عايز تشوف الاحداث حصل ايه وتاني يوم حصل ايه، المسلسل ده احسن. انا اعرف ناس كتيره بتقعد كل يوم بعد او اول يوم رمضان تقعد تشوف كل المسلسلات، او اول اسبوع تشوف كل المسلسلات وعشان تشوف الانهي افضل اللي هي تقعد تتابعه اكتر. وينتهي ولا صيام ولا قيام ولا قران ولا كذا ولا كذا ولا صلة رحم، مش فاضي قاعدين بقى احنا ايه يعني. وقلنا ابواب الخير كتيرة كتيرة كتيرة، اغتنمها لان الاجر فيها بيضاعف في شهر رمضان. اللهم بلغت اللهم فاشهد.